حلو نفرش لك قدام. لا تلبك دار الهوى دار دار الهوى دار يمكن يشوفك يا حلو نفرش لك الدار نفرش لك الدار ويا بهجة حبايبنا بتموج مثل العيد وهمك متعبنا يا غزة حالي وصلنا خلاص فيفا وقفنا فوق الجبال وحنا ندخل مزرعة من المزارع مزارع البن وقبل تفرش الموز ما شاء الله تبارك الله. يا انتبهوا لحد يطيح ترى الدرج هذا بداية لا يقدروا ما شاء الله. عمي سمير ها يا عمي ها هو قال انزل ما ايه منزلي ايش عندكم هو يقول ايش عندك يا عم ما في نزول هو يا ولد الطريق من فين الطريق من فين ها من عندي هنا من هنا اطلع برا من فوق الخزان اطلع برا داخل المزرعة دحين احنا ما شاء الله خط ضيق هذا اشجار البن ما شاء الله تبارك الله هذا اشجار البن اتابع تصوت تحط رجلك بس ايه ما شاء الله كله هذا عمل يدوي ها البناء هذا الحجر ها اخ حسن يا اخ عباس ما شاء الله تبارك الله هذه كلها بن يا عمي ها البن ممنوع؟ هذا بن وهذا موز جوالك شغال اظن قفل والله ما يقدر يجي الشياب بين حدا هذا الطرق لا يقدر ليش ما يقدر؟ يا ابوي راح الخراب خير هناك فرحه كبيره انا ايش احسن اول ولا اخر؟ فين اللي بيوصلنا هذا يلف ابنا فيفا بالطريقه؟ ما يا ذكا ها؟ ذكا تلقيح هذا لقى شوف هذا الانثى ولا ذي انت هو راح اوقفكم بس هنا شوف بامكانكم تنزلوا لنا حتى طريق واضح شكرا جزاك الله خير ايوه شكرا لك وهذا شجره الجاكو فروت تتفرجوا لها تصور ايش هي؟ جاكو فروت هذه ايش هي حق ذي؟ كبيره جدا هذه فيها ثمر ولا بدون ثمر؟ شوف 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 ما يقدر هذا كله بن هناك ثمر هناك من هناك باين تعال هنا هنا شوف شوف اكبر من حبحب اي كبير ايش اسمه؟ شايف هذه؟ ايش اسمه جاكرندا؟ يكبروا؟ يقولوا شرقا سمليان منه هذه؟ هربوا زي اللي ريحتها ريحتها لا مو يا ولد من هنا من هنا ضيق يا ابوي ايش فيك منه؟ احنا سياح اي بس ابوي هذا انت تتكلم شوف بيصور حاطين كاميرات عشان لا هم يحبوا الاصوات يحبوا السياح
أما شاهي نضربه تحت شبك. ليش بيشبك يمين يسار؟ هذا طريق يعني؟ أقول لك أظن هذه مزرعة ثانية تحت. نرجع من الرجال مو قاعد شو اسمه؟ هذه مزرعة ثانية. ينادوهم أشوف. إيه. المزارع ما شاء الله تبارك الله تحفنا الأشجار البن من جميع الجهات. أمشي يا ولد. هذا قاط طيب؟ هو نفس الشجرة. يا عم داخلين داخلين لفندق فيفا وفي المطل محجوز لنا جلسه هناك. في اي بي انا مطل خاص. هنا في اعلى جبال فيفا في فندق فيفا. يا سلام المجموعه الحلوه كلهم هنا موجودين ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. رويد احلى المجموعه. الله يعطيك العافيه. ما شاء الله تبارك الله الاخوان. ايش الصلاه؟ ايش الصوت هذا؟ استاذ الوهاب الله يحييك. عرف بنفسك وقول انطباعك. عبد الوهاب نور ولي من جده في كليه الطب جامعه الملك عبد العزيز. حقيقه رحله مرتبه ترتيب راقي جدا وممتعه جدا ايضا ومستوعبه المنطقه كلها في غضون 4 ايام لكنها كانت بصراحه يعني استمتعنا فيها في عن اي رحله اخرى. وانا حقيقه يعني اشكر اخوي دكتور سمير على هذا الترتيب الرائع لهذه المجموعه الكبيره في الوقت الضيق هذا انها تسير بترتيب محدد ووقت محدد من مكان لمكان وتشوف كل شيء. والحمد لله الناس كانت مبسوطه مع بعض ومتفاعله مع بعض وكانهم اصدقاء من عشرات السنين هم يمكن يلتقوا اول مره. فهذه حقيقه يعني اكبر يعني حاجه رايتها هو التعارف والحب اللي صار بين المشاركين. عبد الرحمن احلى مكان مع احلى صحبه. الله يرفع قدرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا محمد الراعي. سعدت باني كنت واحد من اعضاء هذه الرحله الجميله لمنطقه جيزان عموما. وطبعا رحنا فرسان جزيره جزر فرسان ومرتفعات فيفا وغيرها. فرحله كانت جميله بقياده الدكتور سمير برقه ورفقه الاصدقاء. ومن جماليات هذا الموضوع اننا اجتمعنا في حب الوطن. طيب الله يكرمك. انا عمر اسماعيل. اولا بدي اشكر الدكتور سمير وراني بلدي وانها حلوه. انا بقول كلمه لو في خدمات ما نروح بيروت لان هذه اجمل من بيروت. شكرا. استاذ احمد برقه متقاعد من الخطوط السعوديه. العمر 70 سنة. الآن المناظر اللي شفتها في ربوع بلادي وطني تضاهي كل سفراتي اللي شفتها خارج المملكة. أتمنى لمن يسمع رسالتي هذه أنه ويهمه الأمر وفي يده الأمر أنه يهتموا خدمات. شكرا. مرحبا. الحقيقة استمتعنا بثلاثة أيام بين فرسان وجازان والآن في الفيفا الجميلة. رحلة موفقة الحمد لله. مهندس عبد الله. مهندس ناصر. مهندس ناصر. استمتعت بهالرحلة برفقة الصحبة الطيبة وقيادة الدكتور سمير برقة. الله يعطيه العافية. أخذنا في الحقيقة الفعاليات متميزة خاصة وادي لجب وفيفا. الله يكرمك. وسبحنا برضو سباحة جميلة في فرسان. مهندس عبد الحميد. السلام عليكم أخوكم الصغير عبد الحميد الدنوسي.
صراحة استمتعنا جدا. الحلبي ما شاء الله تبارك الله بلادي في أشياء نجهلها قبل ما نمدح اللي برا نشوف اللي عندنا. جميل. مهندس رامي. اهلا وسهلا، اشكرك دكتور صراحه على الاماكن الحلوه دي اللي زرناها واستكشفناها، بصراحه بلدنا مره حلوه، جزاك الله خير. مهندس رامي بنا. رامي بنا. نعم. حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم يا دكتور، الاخوه وجماعتنا الاحبه، مكان رائع ولحظات جميله وشكرا، شكرا لكم اخوكم عبد العزيز الحمدي. محمد مزني من الرياض، الجو طبيعي وجو حلو جدا. صراحة تغيرت جدا جدا، أنا جيتها قبل 35 سنة ما شاء الله، قبل ما كان فيها بيوت، كانت يعني عسكرية، كنا ندخل فيها بوزارة الصحة مستشفى، كنا بجامعة الملك سعود، فكان ندخل فيها وبعدين نطلع من وزارة الصحة وكل شيء، بس ما كان فيه بيوت ولا شيء، بس تغيرت منتجع سياحي ما شاء الله، منتزهات وقهاوي الحمد لله، اللهم لك الحمد. تصم عبد الله، رحلة مرة حلوة استمتعنا في كل شيء، الله يعطيكم العافية. سي سمير رحمة برقة، معكم الدروب أحمد جيزان، احنا فيفا مبسوط؟ إيه. طيب الحمد لله يعطيك العافية. معكم حسن مرولي في رحلة جيزان، هذه أول مرة أطلع في مناطق جيزان ونشوفها كثقافتها وعالمها، صراحة شيء مختلف في المملكة وشيء ممتع صراحة. عبد الله عياش. ومعاك أولادك معتصم؟ معتصم وسمير. وسمير. طيب. عماد بيصلي. طيب. ما شاء الله تبارك الله، طبعا في أخوان لسه أسفل ما قدروا يطلعوا، لكن شوفوا هذه المناظر الطبيعية اللي إحنا فيها، هذا المطل. سهلا معكم محمد حسن زيني، نحن في جبال فيفا الآن، رحلة ممتعة مع السيد حسن برقة، إن شاء الله نكمل الرحلة ونحن طيبين إن شاء الله. أكرمتنا إكرام بالرحلة الجميلة هذه صراحة. عمر الحبشي. عمر أحمد الحبشي، ورحلة جميلة كانت ممتعة أكثر من ممتعة. يك العافية، تعبناك معانا، رحلة ممتعة وشكرا، جزاك الله خيرا. خالد محسون. رحلة جميلة وكان نفسنا نجيها من زمان، جيزان جبال فيفا ومرشان، حنجيها مرة ثانية. مين؟ مهندس رويد اسلم بصرة. نعم الإعلام معروف. عبد الله إبراهيم الخليصي، حقيقة سعدنا بالمنطقة الطيبة الحلوة. أنا مش الفترضي، مدرس معلم ومألوجة. ما شاء الله. صلاح شركتاوي، إعلامي سابق بإذاعة جدة. الحقيقة من أمتع الرحلات الداخلية. الحمد لله. رحنا فيها طبعاً لوجود جميع الأحبة وعلى رأسهم أنت يا أبو علي. الله يكرمك. الله يسلمك. العباس. حاتم العباس والنعم. عندك كلمة تعليق شيء؟ أستاذ محمد. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله الحمد لله اني عشت لهذه اللحظه وشوف ما كنت اتمناه، جزيره فرسان وجيزان وجبال فيفا، جزاكم الله خير. ما اقدر اشكرك يا دكتور سمير على هذه الرحله الحلوه، ما شاء الله اكتشفنا، انا وبالنسبه لي اول مره اطلع الجيزان اكتشفت معالم حلوه في بلدنا، اشكرك كل الشكر. ما جيت شفنا من احلى اماكن حلوه شفناها، من احلى احلى الاماكن صراحه. فؤاد رحله موفقه ولله الحمد. فؤاد حمزه مدني. مدني. يا جبل اللي بعيد خلفك حبايبنا بتموج مثل العيد، وهمك انت يا جزان ان شاء الله هلو.